الفانيلا الحمراء عد بيهاجم بيدافع بكام واحد لاعب بره اي واحد يقابلها مفيش حد. مفيش حد. طالع انجلترا ونمره خمسه كوبل. كوبل بيلعبها ثرو وفرانسيس بيمشي من اثنين وبيمشي من اثنين ويرفعها هوبا حلوة 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 جوه جول. يا سلام جول جميل جميل. روبسون نمرة 16 روبسون نمرة 16. انما شفت شفت فرانسيس بيرفعها بالمقاس ازاي اهو فرانسيس بيرفع وبيحطها بعد 22 دقيقة. هز جميلة 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 2-1. الجمهور الانجليزي هيجنن طبعا. 16 انجلترا 2 وفرنسا 1. يبقى الجزائر غلبة المانيا 2-1 وانجلترا غلبة فرنسا 2-1. يبقى المانيا وفرنسا عندنا هنا في كاس العالم لغايه دلوقتي مغلوبين 2-1. Alors que Didier Six s'échauffe lui aussi. Michel Hidalgo.